استاذ عادل عمر. استاذ عادل طبعا انت يمكن من اكثر رفقاء الدرب لضيفنا حميد الشاعري. حلو رفقاء الدرب هو عادل معناه تتكلم عن حميد تتكلم عن عادل حتى كتكوين فكري زي بعض بالظبط. البسمه ابتسمت شفافه لو واحد في المليون صحيح ولا فيش غيرك في الكون صحيح ترد علينا في عنينا يا هاجري